مامي بتحكي لك حواديت؟ اه. ايه اكتر حدوته بتحبيها؟ سنو وايت. بتحبيها قوي؟ مامي بتحكي لك كل يوم ولا يوم ويوم؟ يوم ويوم. كل اصلا تصرفاتنا مبنيه على الحواديت اللي كانت بتحكي لنا واحنا صغيرين. يعني مثلا حاسب ما تعملش كده، لو رجل مسلوخه يجي لك، لا مش عارف مين يعمل لك ايه. فهي تصرفاتنا كلنا واحنا صغيرين كانت مبنيه على الحواديت. لا ما بتحكيش كيش ولا حدوته؟ لا لا خالص. طب انت في حدوته بتحبيها؟ هل في حدوته انت بتحبيها؟ رابنزل. مين اللي بيحكيها لك؟ بابا. اكيد طبعا بحكي لهم حواديت، وفي حواديت ممكن يستفادوا منها، ولذلك ان انا دايما بركز على الحاجات اللي هي بتبقى مثلا فيها بيكي ماوس. مش حاجه معينه، بس الحواديت بقى اللي مثلا ممكن تخوفني او حاجه عشان انام وكده. او انا اللي فاكره يعني ان كان عندنا مكتبه صغيره كده كان فيها قصص الانبياء، كانت بتقعد تحكي لي كل يوم منها كتاب بس، فاعتقد دي اكتر حاجه اثرت فيا. اكتر حاجه بتاعت شاطر حسن يعني، دي كانت معموله مثلا كحلقات بكار كانت تحكي لي قبل ما انام كده يعني. هي الحواديت بتاعتنا بتاعت زمان غير حواديت دلوقتي يعني، كانوا بيحكوا لنا زمان، كانوا ساعات بيخوفونا قبل ما ننام، بيحكوا لنا حواديت مرعبه اكتر حاجه يعني بيخوفونا بيها، وكان برضو في حواديت لطيفه يعني كانوا بيحكوا لنا يعني من زمان واحنا صغيرين يعني. حدوته ممكن علاء الدين، سندباد، الحاجات دي يعني حاجات لطيفه كده شويه. كانت بتحكي لي حواديت زي مثلا شاطر حسن، حاجات بالشكل ده او حاجات بتالفها هي بقى. كانت لا كان شاطر حسن تقريبا، عشان كان يعني في تشالنج في الموضوع. حواديت ليا العاديه اللي كانت والدتي بتحكيها لي او والدي بيحكيها لي، الحاجات البسيطه دي يعني.